بلدية السماوي، هذا مشروع الكيبل الضوئي، يعني 270 استوى مبلطه، يصير هيك بيها؟ اريد واحد يجاوبنا من بلدية السماوي. هذا الكيبل الضوئي، يعني هذا شارع حفرتوه وش يسوونه؟ اكو واحد شي يسوي؟ يلا اريد اجابة من البلدية، قدم شكوى على المستثمر مال الكيبل الضوئي، مو استثمار لغو فلوس، بس غذاله كم مليار وراح هذا ابو الكيبل الضوئي، ما عرف يسويه قبل لا يبلطون الشارع، هاي المجاري سداها، هاي ترسها ترس وراح. ما سريد احنا وياه من نسولف، وي بلدية السماوه. بلدية خلي نشوف المصاف هاي الحاوية. وهذيك الحاوية. بس هاي الحاوية ترى هم الصوج مو من البلدية. لا لا الصوج من المواطنين هاي. البلدية ما فيها صوج. بس هاي سولفونا بالمستثمر مال الكيبل الضوئي. حفر السماوه كلها. وشكرا.